أهلا بكم متابعين قناة أسرار علمية، معاكم محمد. هنتعلم النهاردة مع بعض إزاي نعمل صلصال من أدوات بسيطة جدا موجودة في كل بيت. الأدوات اللي هنحتاجها كوباية دقيق زي دي كده، وبنفس الكوباية أو بنفس المقدار بتاع الكوباية ديت، يعني الكوباية اللي نجيب بيها الحاجات ديت تكون كوباية واحدة يعني. بنفس الكوباية هنجيب نص كوباية ملح، نص كوباية ملح زي دي كده، وهنجيب برضو كوباية مية بنفس الايه بنفس الكوباية، وهنجيب شوية زي دول كده خل، معلقتين يعني، معلقتين خل، خل العادي اللي هو بتاع الطعام العادي ده، وهنجيب معلقتين زيت بنفس ايه يعني معلقتين خل هيبقى معلقتين زيت برضو، وآخر حاجة الألوان الطعام، دي ألوان طعام بودرة، ولكن يفضل يعني إنك تجيب الألوان السايلة اللي هي بتبقى ألوان طعام سايلة كده، تمام. دلوقتي بقى هنجيب حاجة مثلا زي دي كده عشان نفضي فيها، هنبدأ نفضي فيها كوباية الدقيق، وهنفضي عليهم نص كوباية الملح، وهنفضي معلقتين الخل، وهنفضي كوباية المية. وهنجيب معلقة وهنفتح إزازة الزيت، وهنحط معلقتين زيت، والمكونات دي كلها هنقلبها على بعضها بالشكل ده، لحد ما تبقى خليط سايل كده. هي دلوقتي بقت خليط سايل. الخطوة الجاية بقى هناخد الحلة ديت او الحاجة اللي احنا حطينا فيها المكونات، هنحطها على نار هادية، نولع النار كده ونحطها عليها ولكن نار هادية، ونفضل ان احنا نقلب فيها. هنروح نحطها على النار ونفضل نقلب فيها، اهم حاجة انك تقلب فيها، وهنرجع لكم تاني. ودلوقتي بعد ما حطيت الخليط على النار بقى بالشكل ده كده، تمام. اهم حاجة بس انك تقلب فيه، يعني تفضل انك تقلب فيه على طول وتسيبه يبرد. هو بيكون طبعا سخن لأنه نازل من على النار، فبتسيبه بقى يبرد. وبعد كده على حسب الألوان بتاعت الطعام اللي عندك، أنا مثلا هنا عندي لونين طعام، فهتجيب طبقين كده، هتحط جزء في طبق، تمام، والجزء التاني في طبق، عشان يبقى عندنا ايه قطعتين كده. وهنجيب الوان الطعام، هنفض كده الالوان البودرة، لكن الالوان يعني السايلة بتكون افضل يعني. هنفض كده كفاية كده بقى، لان هو يعني تحاول لو انت جبت الوان طعام ما تكترش، لان اللون يعني بايه شوية صغيرين بيبقى ايه باين كتير يعني. ونجيب اللون التاني، اللون ده على فكرة أخضر، يعني ألوان الطعام أشكالها مش شبه الألوان بتاعتها خالص، يعني ده لونه بني بيدينا أخضر.
وهنبدأ بقى ان احنا نقلب كده. يعني لو مش عاوز تحوس ايدك او اي حاجة، يعني عشان ايدك ما تبقاش شكلها عامل كده، تحاول تلبس يوانتي مثلا اللي هو الطب ده او اي حاجة. تمام، وتبدأ بقى تقلب. هنقلب الاتنين دول، تبدأ تقلبهم كده كأنك بتعجن فيهم، هنقلبهم ونرجع لكم تاني. دلوقتي بعد ما حطيت الألوان، ألوان الطعام بقت دي أشكالهم، ده اللون الأحمر وده اللون اللي هو كان بني بس اللي هو بيدينا يعني لون أخضر، وعلى حسب بقى درجة اللون اللي انت عاوزها. هنا أنا كترت شوية فطلع اللون الأخضر ده غامق شوية علشان أنا كترت. لو انت بقى عاوز اللون فاتح شوية ممكن تحط شوية صغيرين من لون الطعام، وهنا برضو ممكن تكتر او تقلل على حسب درجة اللون. وهو يعني كويس، مش بيلزق في الايد ولا اي حاجة ولا بيطلع، بس الالوان دي الحمرة دي مكان ما كنت بنقلب يعني، انما هو كويس يعني مش بيلزق في الايد ولا اي حاجة. وممكن بقى تعمل بيه اشكال زي دي كده مثلا، دي بتاعة كده مش عارف والله دي طماطماية ولا تفاحية ولا ايه، كنت قاعد بنعملها. تمام، ممكن بقى تعمل بيه اشكال يعني زي ما انت عاوز. وبكده تكون حلقة النهاردة خلصت. ولو الفيديو ده عجبك ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناة من الزر الأحمر اللي تحت الفيديو ده.